فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دعا ميتا فهو كافر وإن كان الميت من الخلفاء الراشدين. أي نعم. فهل من استغاث أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر بذلك؟ لا، وقصده الأولياء، رسول رسول، الرسول غير الولي، أفضل الأولياء من هم؟ الخلفاء الراشدون، وقصده الأولياء. نعم.